هذا البيت نموذج مساحته 285 متر. هذا المدخل سيارة واحدة، وهني نزلة السرداب، وهني مدخل البيت الرئيسي. هذه الصالة، هذا الحمام، مغاسل، مستغل المساحات كلها. هذا غرفة الطعام. شوف عبد العزيز، الباب سحب طبعا. هني دشينا على الصالة الرئيسية، هذا الحمام. مساحة البيت 285. هني باب يودي الخارج. هني الأسانسير. هني المصعد. هذه الصالة. هذا المطبخ. هذا المطبخ رئيسي للبيت. هذا نموذج طبعا. وهذا يودي تحت سرداب، وهذا يودي فوق. هذا الصالة الرئيسية، وهذا وهذا طلعة توديك الصوب الثاني. استراحة مع الشلال. هذا الشلال، وهذا حمام السباحة تحت السرداب. هاي استراحة. هذا مساحته 285. الحين بننزل السرداب. اوكي بس خلينا ننزل السرداب. هني السرداب، هذا السرداب، هذا مطبخ تحضيري، هذه الدور الثاني. بسم الله. هذا الدور الثاني. هذا ابو حمد. هذه طاولة الطعام، الظهر صالة داخلية. هذا تلفزيون ستاندر، هذا الظهر بلكونة. بسم الله. هذا كله نخل برا. مزرعة نخل. كله نخل ما شاء الله. مزرعة. ها؟ واستحالة ولا يبين حمام السباحة على الجار. ها؟ ولا يبين حمام السباحة على الجار. هذا طاولة الطعام. بس هتفوت الحين. هذا الدور الثاني. هذا غرفة أطفال. غرفة أطفال. والله عندنا مساحات احنا في الكويت بس مو مستغلينها عدل، ولا مستغلينها حتى. هذا حمام ماستر، غرفة الطفل ماستر. لا ما هي ماستر. لا ما هي ماستر. هذا تبديل ملابس، وهذا حمام، وهذا غرفة. اي بس ما الماستر، ماستر فوق. الله يغنيك يا ابو حمد. وهذه غرفة، هذه غرفة الظاهر الرئيسية. اي هذه ماستر، هذه ماستر، هذه دريشتها. تبديل الملابس هني. هذا حمامها.
هذه غرفة ثانية. أبو حمد غرفة ثانية هذه؟ هذه غرفة. غرفة ثانية يعني غرفتين ماستر. يعني ثلاث غرف كاملات في الغرفة. ثلاث غرف ماستر. إيه. شو؟ ما شاف فوق. ما طلعت فوق لحين أبو حمد. هذه كلها ما تعتبر الماستر. هذا مطبخ تحضيري طبعًا. تحضيري. الآن تروح للماستر. ها ماستر فوق. ايه. هذا الدور الثالث. ايه. هذا الماستر فوق. توصل لها المصر. الله عندنا مساحات حتى مو مستغلينها مو عارفين شو نسوي فيها. بس نبي نأجر شغل بس. هذا عبارة عن جماعة. هذا للشباب استرداد تحت. ما شاء الله. برياضه حرشات هذا هذا استرداد طبعا. هذا ابو حمد غرفه سلمه. غرفه سلمه ما شاء الله غرفه سلمه. اوه سماعات كراسي هذاك حمام شغل عدل شغل عدل. ابو حمد هذا مطبخ تحضيري هذا تلقى كله كامل هذه على المسبح وهذه صالة صالة على المسبح المسبح هذا مسبح هذا كله بالسرداب بالسرداب والله يا ابو حمد عسى الله يهنيك ان شاء الله يبارك لك. هذا مقارب للنموذج الاول مقارب للثاني للثاني إيه؟ هنا كوفير وما كوفير نفس الجاكوزي حمام وجاكوزي لا هذا سونا 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 بخار